تتابعون برنامج كورة مع تركي العجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية. في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية، نبدأ على وجه الحال. النصر يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، والفيصل يهنئ ممثل الوطن. وزير الرياضة يحفز لاعبي النصر بمئة ألف ريال في حال بلوغ النهائي. فيتوريا فزنا باستحقاق، وعقلية اللاعبين منحتنا بطاقة العبور. ردود أفعال واسعة تواكب استضافة الأستاذ ياسر المسحل في برنامج كورة. هذه عناوين الحلقة، اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفنا الكرام معنا في الاستوديو عيد الثقيل أبو فيصل. هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا، حياك الله. محمد السدعان هلا وسهلا فيك. هلا وسهلا بوجود، مسي عليك وعلى الزملاء. حاتم خيامي هلا وسهلا فيك. يا هلا بوجود حبيبي، تحيات لك لأبو حنين وأبو فيصل وكل من يتابعنا. اليوم أقيمت مباراة مهمة على المستوى القاري للكرة السعودية بين النصر والأهلي، كانت مباراة يعني كلاسيكو منتظر من المتابعين في المملكة على اختلاف ميولهم، على اعتبار أنه فريقين سعوديين مهمين ويلعبون في مباراة إقصائية، وفاز النصر، ألف مبروك، هارد لك للأهلي، خطوة للأمام يأخذها ممثل السعودية الآن في اتجاه النهائي، تقدم إلى مباراة نصف النهائي أمام الفريق الإيراني اللي أقصى اليوم الفريق الأوزبكي. نشوف تقرير المباراة وبعد كده نفتح الحديث عن هذه المباراة. قطع النصر تذكرة العبور للدور النصف النهائي من دوري أبطال آسيا بعد أن تغلب على شقيقه النادي الأهلي بهدفين دون رد في اللقاء الذي استضافه أستاذ جاسم بن حمد بنادي السد لحساب الدور الربع النهائي. منذ البداية فرض النصر سيطرته على منطقة المناورة ونوع في هجماته من خلال الغزو من الأطراف أو العمق، وقد أثمر ذلك عن هدف النصراوي عند الدقيقة 13 عبر بيتي مارتينيز. لم يتوقف النصر عند هذا الهدف، بل حاول مضاعفة النتيجة، وكاد أن يتحقق له ذلك بعد فرصتين ثمينتين لعبد الرزاق حمد الله لم يكتب لهما معانقة الشباك الأهلاوية. محاولات من قبل لاعبي الأهلي ولكنها لم ترتقي لمستوى الخطورة. الشوط الثاني بدأ بهجوم أهلاوي رغبة في إدراك التعادل، لكن ذلك كان على حساب المناطق الخلفية التي تعرضت لغزو النصراوي في أكثر من كرة. عانقت إحداها شباك محمد العويس عبر اللاعب عبد الفتاح عسيري الذي تجاوز معتز هوساوي وسدد بيسرى في المرمى الأخضر. وكاد النصر أن يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة، وتهيأت له فرصتان محققتان للتسجيل عبر عبد الرزاق حمد الله وأيمن يحيى، لكن العويس ولوكاس ليما أنقذا الموقف في الحالتين. وغاب الهجوم الأهلاوي تماما عن أجواء المباراة، وظهر السومة عبر تسديدة لكرة ارتطمت في العارضة النصراوية، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين دون رد وبلوغه الدور النصف النهائي للبطولة. أبو فيصل أبدأ معك. يعني مباراة منطقية حقيقة، أنا أعتقد أنه حتى يعني كانت على الورق وداخل الملعب متشابهة، الفارق فنية كبيرة بين النصر والأهلي، كان هذا الأمر المتوقع أنه النصر يسيطر على أجزاء المباراة، أنه النصر ينتصر يعبر الأهلي. الأهلي ليس في أفضل حالاته، بينما النصر عكس ذلك يعني في أفضل حالاته، فكان شيء طبيعي. بس النصراويين كانوا خايفين يعني بعد مباراة التعاون، يعني جاهم شيء من الخوف. أشوف الخوف طبيعي، أنت مباراة خروج مغلوب يعني ممكن يحدث فيها أي شيء، ممكن يعني حتى ظروف المباراة ممكن تغير، يعني شوف المباراة الثانية طرد مبكر ممكن يغير لك كل شيء، حتى السوء الطالع مرات يغير لك يعني يصعب المباراة عليك. اليوم شفنا مثلا حتى حمد الله يعني كان اليوم ما كان في يومه وما كان الحظ معه،
لو ما تكفل الآخرين بالتسجيل تخيل حال النصر، يعني بيكون صعب المباراة على النصر. لو كان العكس ذلك يعني أيضا الحمد لله اليوم في يومه كان الأهلي يعني بيتلقاها ثقيلة جدا الخسارة، هذا الوضع الطبيعي. الأهلاويين يفترض أنهم فعلا ما يغضبون على الفريق لأن هذه هي إمكانياته، لابد أن الأهلي يعمل على البناء. النصر فاز لأنه كان أقوى فنيا من الأهلي ولا الأهلي سلم المباراة للنصر؟ هي المشكلة أنا قلت لك إياها، قلت لك أنه الأهلي ليس في أفضل حالاته، يمكن في أسوأ حالاته الفنية مقابل فريق في أفضل حالاته الفنية، عشان برضو ما يعني نقلل من النصر، لا النصر في أفضل حالاته بيكون صعب متوقع أنه ينتصر على أي فريق حتى في آسيا بالتركيبة النصر الحالية، بالأداء اللي قاعد يقدمه اللاعبين، بالنجوم، الدكة المليئة بالنجوم، الأوراق الرابحة عند المدرب أيضا، حتى النظرة الفنية والتكتيك الفني ينتهجه البرتغالي. أعتقد أن النصر في أفضل حالاته، كان شيء متوقع. والأهلي يعني نتذكر أحد من الزملاء كان يقول لك أن الأهلي أسهل الفرق حتى اللي ممكن تواجه النصر يعني من بقية الفرق، وهذا فعلا حال المباراة انكشفت اليوم، انكشف حال الأهلي أمام فريق صعب حقيقة جدا. كما ذكرنا قبل ذلك النصر هو المرشح الأول لتحقيق البطولة من الغرب ومن الشرق على هذا المستوى، لكن هذا ما يمنع أن النصراويين ما يكونوا حذرين فعلا، ولا يكون الثقة أيضا تكون زايدة عندهم. ترى الظروف المباريات هذه كرة قدم فيها ظروف، فيها يوم ما تكون في يومك، الحظ ما يكون يلازمك، أشياء كثيرة وتفاصيل صغيرة في كرة القدم قد تضيع عليك نتيجة المباراة. لكن الفريق ثقيل فنيا وباستطاعة الوصول إلى النهائي، باستطاعة تحقيق الكأس. أبو حنين، ألف مبروك للنصر، هارد لك للأهلي. صراحة شوف الروح الرياضية، خلني أقول لك التعامل الجيد بين اللاعبين في المباراة، فنيا المباراة عكست صراحة صورة جيدة عن الكرة السعودية وقيمتها، وأنا أتوقع حتى لو رصدت حجم المشاهدات والأمور حتعكس فعلا قيمة الأندية السعودية. النصر هيمن، سيطر، فرض قوته من بداية المباراة، يبدو لي كان في تركيز، في تحضير جميل ورائع جدا قبل المباراة. تقريبا إلى الدقيقة 73 أنت يعني شوف مع التغييرات اللي يعيشها النصر أنت تتوقع النصر يكون أفضل، بس للأمانة أنت قاعد تشاهده بجمالية. حتى في بعض المحللين اللي خليني أقول لك ما يميلون إلى الدوري السعودي أو متابعته كان في انطباعات جدا إيجابية، سرعة الارتداد، القوة الدفاعية قبل الهجومية، 6 مباريات يلعبها الفريق في الدوحة يتلقى هدف واحد، هذا يوريك الهيمنة والقوة اللي قاعد يسويها النصر. لما تشوف اليوم حمد الله ما يسجل، الناس تنتقد فيتوريا، مباراة قبل الماضية السد يسجل الغنام، اليوم يسجل مارتينيز، يسجل عبد الفتاح، بدت صناعة اللعب القادمين من الخلف، الحمد لله ما سجل اليوم. أتمنى من الجماهير النصراوية أنه ما تزيد في عملية النقد، طبيعي جدا الحمد لله ما يسجل، طبيعي ما يكون في يومه، حاضر في مباريات كثيرة، لما يكون في مباراة مش في يومه طبيعي، لكن المقابل تبغى تعرف قيمة المسؤولية اللي يحملها الحمد لله وما يكون بالذات المرتفعة. شوف حمد الله، أنا ما أتذكر في مباريات النصر في الدوري أشوف حمد الله يرجع للكورنر يقطع كورة، شوف المسؤولية. فأحيانا أنا أتوقع مشعور مسؤولية ولا شعور بالذنب أن أنا ضيعت هجمات بحاول ممكن أشيل شوي ممكن أغطي. ممكن بوجود مثل ما تفضلت ممكن تكون جزء منها، بس الأكبر أشعر بأنه كابتنية، قرب النصر من النهائيات للبطولة الآسيوية ترى يرفع المسؤولية الواحد في قيمة حمد الله. لاحظ الكل يعول في البيت النصراوي، الجماهير النصراوية حمد الله يصنع لنا الفارق، حمد الله يسجل، هذه ترى تحمل مسؤولية. شوف مايكون وهنا أبو جود الدقيقة 73 ليش؟ في ثقة زايدة، في عدم جدية من بعض اللاعبين، وأنا أتوقع أول حديث لفيتوريا بعد المباراة حيكون مع اللاعبين عن هذه النقطة. لكن شوف في المقابل، شوف الصرخة، القوة اللي ما يكون فريق داخل بقوة، ما عنده واحد اثنين أنا أبغى أخذ هالمباراة، لذلك أنت تشوف هذا التحول وهذا الاختلاف اللي موجود. تركيبة النصر تركيبة قاعدة تتصاعد بشكل تدريجي، وهذا هو الأجمل اللي أنت تبحث عنه، يغيب حمد الله تلقى الباقين موجودين. وهذا ترى على فكرة يعني أقطع كلامك، بس هذا ما كان موجود في النصر قبل كذا، كان في اعتماد كبير على حمد الله، على فكرة إذا غاب حمد الله غاب النصر تهديفيا على الأقل،
الان هذه ترى على فكره ميزه ما كان يمتلكها النصر ابدا، اللي هي مساله الهدافين الاخرين. ولا انت بعيد ابو فيصل، لو تشوف حتى ترتيب الهدافين في النصر تلاقي جاب كبير بين حمد الله والبقيه. ولا انت على فكره، ولا لكن بينما يشوف الهلال الفتره السنوات الاخيره كانت الميزه الوحيده عند الهلال انه الجميع يسجل. ولا تروح بعيد، ها في هذا الكلام من اللي انت تفضلت فيه ابو فيصل، ترى الى الدوري الى الدوري اذا غاب حمد الله يغيب. ليه؟ لانه بعض من كان ينتقد النصر الادوات ما كانت تساعد فيتوريا عشان يغير اسلوب اللعب، لانه احيانا تغيير اسلوبك يرجع سلبي عليك. لكن اللي كان ينتقده في عمليه بعض التدوير اللي صارت عنده في البطوله هذه قاعد تجني نتائجها تدريجيا. ختاما النصر بوجود، اخشى على النصر من اي فريق، والفريق الايراني عنده قوه في اللعب في الضغط العالي. اي فريق في الحاله الهجوميه او حاله الاستحواذ اللي يسويها النصر يلعب عليه ضغط عالي حيتعب النصر امام ضعف الجري في المساحات. هذا ما تخشاه في المباراه القادمه على النصر. الاهلي سريعا تفوق على ظروفه. انا اقول شكرا لكم، كنت اتمنى اشوف اللاعبين اليوم الروح الرغبه الاكثر. فنيا ما نقدر نقسى على الاهلي، لكن رسالتي للاستاذ عبد الله مؤمنه، انت الان مقبل على الدوري. إن لم تستطع أو ما تقدر وحتصير عندك أعذار مالية أو شيء من هذا القبيل، الجمهور الأهلاوي لا يستحق أن يتعب أكثر من كذا. من الآن حط سببك، غادر البيت الأهلاوي. في أحد كثير، أنت قادر كان من البداية تقدر تصارح البيت الأهلاوي، جنيني بدل ما تصير مشكلة بيعه واستفيد فلوس، بلايلي بدل ما تصير مشكلة بيعه واستفيد فلوس، أنت تعاني مالياً استثمر من الجهة الأخرى، صارح الجماهير الأهلاوية. أنا أعاني، أنا ببيع وأسوي عشان أرمم صفوف البيت الأهلاوي. أتمنى أشوف الأهلي مختلف، لأنه بدأت تندثر صراحة المواهب السعودية اللي موجودة فيه، بدأت تغيب الأهلي بسبب خليني أقول لك الضعف الإداري اللي يعيشه الأهلي. أمام اليوم جبت طارق كيال تثق فيه إداريا، جبت الشخص القوي إداريا في وقت ضعيف أنت فيه ماليا. المال بدون الإدارة بدون مال لا تعني شيء. وكان معنا هنا هو في المباراة السابقة كان في اتصال هاتفي الأستاذ عبد الله مؤمنة، حقيقة أنا يعني أخذت عليه، ما كان في وقت أن نعلق في ذاك الوقت، كان جدول الحلقة مزحوم. أخذت عليه أنه يعد جماهير الأهلي بالمنافسة على كل الألقاب الموسم هذا. لا تعد الجماهير فعلا ترفع سقف الطموح إذا ما عندك القدرة. ممكن أنا ضد مثلا كلام أخوي محمد أنه مثلا أرحل، ما في بديل، خلينا نكون واقعيين، من بيجيب المال؟ لكن إذا ما عندك القدرة خليك شفاف وصريح مع جماهير الأهلي أنه الوضع الحالي أنا ما أستطيع أنافس إلا على مثل بطولات نفس القصير. إحنا نحتاج بناء، إحنا نحتاج الشباب يكون موجودين. واضح. أبو أمير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يبدو أن العالمية اشتاقت لعرابها، فهل عرابها يلبي ذلك؟ حقيقة يمكن نرجع لكلامنا في حلقات سابقة، ذكرت لك أن النصر حتشوف فريق مختلف، حتشوف فريق ممتع أكثر لكثرة العناصر المهارية في الفريق. لاحظ الآن الثلث الهجومي في النصر ما شاء الله تبارك الله، وأنت بتلعب في آسيا، ما نتكلم عن 7 أجانب في الدوري السعودي، في آسيا ب4 أجانب. شوف الثلث الهجومي ما شاء الله تبارك الله، وزيد عليهم مش بس الثلث، شوف حمد الله قدام بيتي وعبد الفتاح والغنام، والاثنين ايضا مهارين، الصليهم ما شاء الله تبارك الله، والخيبر ايضا كلهم لعيبه كوره. علاوه على اشوفه صراحه لاعب يعني ما ادري بيظلم كثيرا في الاعلام، سلطان الغنام يقدم اداء رائع دفاعا وهجوما وحماسا ومرجله ما شاء الله تبارك الله عليه. فالنصر الحديث وهو بطل الدوري العام يعني ما نقلل، لكن النصر الآن أجمل، كان قوي الآن قوي وجميل، وبالتالي نصر آسيا الموجود الحالي دفع مهر غالي حتى يكون هذا الفريق. لا نستبق الأحداث حقيقة، ولكن إلا نشوف الآن فريق ما شاء الله تبارك الله. سألني قبل المباراة هذه قبل القرعة كثيرين يعني نصراويين، قلت لهم لو جاتهم القرعة النصر فهي الأسهل، الأهلي آسف فهو الأسهل في المجموعة من باختاكور من بيرسبوليس، هذه حقيقة يعني لازعوا الهلاويين. ولكن خلنا نتكلم في النصر أول بعد الأهلي. نجي لمايكون. مايكون تذكر يا بوجود في حلقة مباراة الهلال والنصر لما قلت لك الكفة غير متكافئة، بوجود عدم وجود مايكون في النصر، وقارنتها بوجود الكوري هيوم في الهلال مثلا. شوف ريال مدريد لما لعب
بدون راموس في كاس اوروبا، ايش صار فيهم؟ التنظيم الدفاعي المعلم اللي ورا في الدفاع لازم يكون موجود في اي فريق، وبالتالي شوف ما يكون في البطوله هذه ترى افضل من الدوري السعودي، بيقدم ما شاء الله تبارك الله، يقدم اداء اكثر من رائع. نقطه اخرى برضه ايضا في حلقات سابقه، عشان الحمد لله واغلب زملاء النقاد نستبق نقرا الحدث قبل ان يحدث، ذكرت لك انه النصر يجب ان يتعاقد مع لاعبين مسجلين، لانه وذكروها الزملاء قبل شويه واحنا يمكن ذكرناها من قبل، انه لانه كل التركيز على حمد الله، اليوم حمد الله قفلت معه، بتقفل اي مهاجم في العالم، وما شاء الله حمد الله اذا تقفل اليوم احسن تبعد العين عنه ان شاء الله تفتح السبت وفي النهايه ان شاء الله. اليوم مين سجل؟ عبد الفتاح، ايضا بيتي. لاحظ عبد الفتاح ترى اليوم الى الان عبد الفتاح ما قدم مستوى 20-30% 50%، لكن شوف لما نقول لاعب يسجل، عبد الفتاح مش الناس تفكر بس الكوره جات، ولا عبد الفتاح لاعب طرف صح؟ لاحظ عبد الفتاح ميزه كبيره في هذا اللاعب، الكوره لما تتلعب للظهير هو على طول في ال 18 تلقاه على طول دائما، شوف الكوره فين جاته، لو مش موجود هو هناك واقف يتفرج، في اطراف كثير ترى يتفرجوا لما تروح الكوره برا يوقف برا ال 18 ينتظر يشوف ايش يصير، هو كمل في ال 18 جاته الكوره مهاره عاليه سجل الهدف. اذا احنا امام فريق بعون الله تعالى يتجه بقوه لتحقيق اللقب باذن الله تعالى، صحيح في مباراتين الان واحده واحده ناخذها، ولكن الفريق النصراوي حرام هذا الموسم ما يحقق البطوله الاسيويه، مع احترامي لفرق الشرق ايضا نعرف دائما كيف بتجينا فرق الشرق، نكبر فيها ونشوف نجي في النهايه نشوف فريق يلعب زون ديفنس ويلعب الهجمات المرتده. نجي للاهلي سريعا بس عشان ياخذ حقه ايضا، الاهلي يحتاج الى عمل جبار، لا يستهون بالعمل، وكما ذكر زميلي ابو فيصل انه الاستاذ عبد الله ذكر انه حق لا بهذا الفريق ما حتحقق ولا شيء، انت صحيح الثالث لا تنخدعوا جمهور الاهلي اداره الاهلي الثالث في الدوري، انت الثالث نظرا لضعف الدوري، الهلال والنصر مش ضعاف، الهلال والنصر لوحدهم، لكن البقيه مع احترام الدوري ضعيف، الاهلي 50 نقطه، لو الاهلي الموسم الماضي 50 نقطه تعرف ترتيبه؟ السادس مستوى الموسم الماضي، لانه الخامس كان 54 نقطه وهو الشباب، تخيل، اذا لا تنخدع بانك الثالث وفرق بينك وبين الاول والثاني فوق 20 نقطه، اذا انت تحتاج عمل جبار. الغريب في الاهلي يعني اول شيء يحتاج الى جانب كثر، مارين هذا بصراحه يعني لا يليق ان يلعب في الاهلي، صحيح في السابق كان لاعب جيد لكن الان يلعب بالشوكه والسكينه ما ينفع، حتى الظهير الايسر ليما لاعب عادي جدا، لا تشوف ما تشوف اي خطوره، لا اوفرات اليوم تشوفها منه كانه ظهير مبتدئ، كلها في الاوت كلها بعيد، الاهلي بحاجه الى اجانب كثر والدوري بعد اسبوعين. الغريب في الامر واللي انا صراحه الى الان من الموسم قبل الماضي الاهلي لا يحضر قلب دفاع، دوبنا تكلمنا على ما يكون في الاهلي هيون في الهلال، اضعف من اضعف خطوط الدفاع الاهلي خاصه في العمق، اول اختيار لك قلب دفاع، الان قاعدين يجيبوا لاعب وسط ولاعب مدري، نعم محتاج انت في الامام، لكن قلب دفاع لازم ننظم لك الدفاع، اللي التفكير هذا في عدم احضار قلب دفاع مستحيل تحققوا نتائج او تجيبوا بطولات، والاهلي حرام فريق كبير مثل هذا لا يحق البطولات. عموما نتمنى للنصر مباراه قويه جدا امام بيرسبوليس وهو الاقوى مع تشوف انت ان النصراويين تشوف انت ان النصراويين يعيشون حاله من النشوه والتفاؤل ويشعرون انه بينهم وبين النهائي فقط مباراه عابره؟ لا مش عابره، هو صح في افراط في التفاؤل، اتفق معك، هم التفاؤل طبيعي نظرا للعمل، الواقع يقول ونظر للفريق الموجود والاسماء الموجوده تفاؤل منطقي جدا، لكن لا افراط في التفاؤل. انت بتلعب ضد، شوف في حاجتين ترى فريق البيرسبوليس، اول شيء الفريق 2018 يعني هذا الجيل نفسه ومعظم اللعيبه لعبوا نهائي امام كاشيما الياباني، خسروا النهائي لكن لعبوا نهائي، اذا عندهم خبره اللعب في الدور هذا، هذا جانب، جانب ثاني فريق جدا منظم جدا منظم، تنظيم دفاعي على اعلى مستوى، اليوم المباراه اتمنى النصراويين اوكي شوفها المدرب، لكن اتمنى اشوف المباراه السابقه السد امام السد اللي لعبوها، لانه ما حيلعبوا بطريقه اليوم، حيلعبوا بطريقه السد، زون ديفنس، هجمات مرتده على اعلى مستوى، الفريق عنده الكرات الثابته على اعلى مستوى، وهذا اللي يخوف في الفريق هذا، اذا يجب ان نحترمه، بنيه جسديه في الفريق قويه جدا،
النصر يتفوق بالتأكيد بالعناصر، بالمهارة، بالحلول الفردية، أيضا بتكتيك المدرب، لكن حتقابل فريق قوي. الجانب البدني حيكون له دور في المباراة طبعا، كل ثلاث أيام بتلعب، لكن النصر إذا كان في يومه ما بقول 100%، صعب جدا 100%، لكن على الأقل 75% النصر سيفوز في المباراة. لكن بس جملة أخيرة بوجود، أتذكر كلامي هذا، سيناريو المباراة استحواذ نصراوي قوي، فريق الإيراني راجع ورا وهجمات مرتدة، النصراويين إيش يسووه في الاستحواذ؟ الكورة قبل لا تنقطع المدافعين اللي ورا فيه حيكون عندهم لاعبين فقط، لازم يكون عاملين لهم ماركاج، يعني دفاع رجل لرجل بمسافة طبعا، فيما لو قطعت الكرة سريعا، لأنه ممكن يلعبوها بسرعة وتعمل مشكلة للدفاع النصراوي. هنا بس لو قفلوا هذه النصراويين، أتوقع بعون الله تعالى النصر بعون الله في النهائي، وإن شاء الله يشرفنا ويجينا كل السيناريوهات مطروحة في المباراة القادمة، التقدم أو الخروج من البطولة لا قدر الله. أنت تشوف النصر حقق مكاسب كثير حتى هالمرحلة؟ طبعا يا بوجود، أنا والله بصراحة النصر الآن مكاسب كثيرة، يعني مكاسب فنية، مكاسب نفسية، مكاسب حتى الكل الآن في آسيا بيتكلم أنه في الغرب الآن أنه النصر الأفضل. الآن أنت لما إدارة كإدارة لما تشتغل وتشوف ثمرة جهدك في الملعب، شوف عبد الفتاح إيش بيسوي، شوف الصليم إيش بيسوي، شوف الغنام ما شاء الله إيش بيسوي، بيتي اليوم ها بدأ يحط ثروهين، يعني ما يسوي لاعب، ما يلعبها إلا لاعب كبير. يعني هذه كلها بالتأكيد يعني تجعل إدارة تنتشي وتسعد بفعلها، والثقة بينه وبين الجمهور بتكبر وبتزيد، وهذه بالتأكيد تجعل المنظومة ككل قوية. والفوز لفوز، التنقل من فوز لفوز، من مباراة لمباراة أصعب وأصعب، بالتأكيد يزيد من الثقة. واضح المخطط النصري، كلنا تكلمنا فيه قبل شهرين يمكن، العمل الاستقطابات السعودية خاصة واضح جدا أنه في ناس بتفكر في آسيا، مو بس داخل البطولة كده تتمشى وترجع أو أنه بس رايحين، لا لا لا. إذا لما تخطط وتشوف ثمرة تخطيطك، قمة السعادة للإدارة أو للمسؤولين عن سؤال هذا. أخير قبل ما أروح للفاصل أبو أميرة، النصر قوي لأنه عنده عناصر ممتازة أكثر ولا لأنه عنده مدرب ممتاز أكثر؟ عنده مدرب ممتاز ووجد العناصر التي تنفذ فكره، وبالتالي تكتمل المنظومة. لا ما في مدرب، جيب غوارديولا في نادي ضعيف ما حيكون مدرب بطولات، والعكس صحيح، صح ولا لا؟ إذن المدرب الآن فيتوريا يغبط أو يحسد للعمل اللي عملته الإدارة له، استقطبت له اللعيبة هذول، بالتأكيد هو الآن المسؤولية عليه أكبر، الآن المسؤولية على فيتوريا أكبر، الآن عندك كل شيء فيتوريا، إذا ورينا عملك وتكتيكك الأفضل اللي ننشده ننتظره منك. إذا كلها مكمل لبعض، لكن النصر لديه مدرب ولديه عناصر، إذا نتيجة ذلك إيش المفروض؟ مزيدا من البطولات. طيب أبغى أروح للفاصل ونرجع نواصل الحديث بعد الفاصل. ألف ألف مبروك للنصر، هارد لك للأهلي، ننتظر الخطوة الأخيرة قبل الفاينل إن شاء الله يا رب تتحقق. ألف مبروك، فاصل بعده نعود. يا نصر والموعد القمة، بعادتك لا تخليها يهمك الفوز وتهمه، الهمه 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 يا نصر والموعد القمة، بعادتك لا تخليها يهمك الفوز وتهمه، يا نصر والموعد القمة، بعادتك لا تخليها يهمك
النصر يتأهل إلى نصف نهائي دور الأبطال، والفيصل يهنئ ممثل الوطن. وزير الرياضة يحفز لاعبي النصر ب100,000 ريال في حال بلوغ النهائي. فيتوريا، فزنا باستحقاق وعقلية اللاعبين منحتنا بطاقة العبور. ردود أفعال واسعة تواكب استضافة الأستاذ ياسر المسحل في برنامج كورة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمرتنا في المملكة العربية السعودية عيد الثقيل محمد الصدعان وحاتم الكيامي، هم ضيوف حلقة الليلة. أنت كنت بتعلق قبل الفاصل. والله كنت بضيف نقطتين بوجود. النقطة الأولى صراحة يعني مثل في فترة سابقة ما أشدنا في عبد الفتاح وفصليهم واللي سووه قبل ما ينتقلون للنصر، خلينا نتكلم على اللي بينتقل من النصر. بصراحة يستحق عوض خميس أن يشكر على ما يقدمه بالنصر بالروح القتالية اللي قاعد يسويها. بصراحة يعني أنا دائما هذه الثقافة لازم تنزرع عند لعيبتنا السعوديين، أنه ما في لازم يكون إلى آخر يوم في عقدك تعطي بشكل خليني أقول لك أكثر من رائع. برافو عوض خميس. جرس إنذار الفرص اللي ضايعة اليوم، فرص اللي ضاعت اليوم بصراحة الحمد لله، سواء كان أيمن يحيى عبد الفتاح، المباريات الكبيرة اللي انت جاي لازم يكون التركيز أكبر، لأن الفرص اللي تضيع هذه ترجعك وراء. أخيرا أختم صراحة بشكر الأمير عبد العزيز بن تركي اللي أولا بأول مع الحدث شفنا دعمه المالي للفرق اللي رايحة اليوم بعد فوز النصر ورصد المكافآت، فشكرا على المتابعة وشكرا على أنه أنت دائما متابع وعند الحدث. تشوف النصر حقق مكاسب حتى اليوم؟ كثير كثير حقيقة. أول شيء قدم فريق رائع، كثير من النجوم اكتشفها في هالبطولة، اللاعبين المحليين وهما كان ينقص النصر صاروا قوة ضاربة يعني في النصر، لهم تأثير كبير داخل الملعب في خارطة الفريق في العمل الفني اللي يجري داخل الملعب. الغنام لوحده مكسب يعني كبير جدا، عرفت لاعب عمره 20 سنة فقط ويقدم هالعطاء، يعني ما شاء الله تبارك الله. بعد 3 سنوات هذا وش بيكون إذا حافظ على نفسه هو قدم نفسه. فمكاسب كثيرة حقيقة حقيقة. تحس النصر اختبر خلينا نقول يعني ما اصطلح على تسميته عند النصراويين المشروع اللي أحضره فيتوريا، عمليا اختبروا الآن؟ صحيح، والمشروع يعني بوادر النجاح كبيرة فيه وبانت مبكرا يعني بأمانة، وقالها يمكن قبل شوي أبو حنين أنه بهالسرعة النصر اختلف تماما، اختلف في الآسيوية الفريق بكامل، يعني ما توقع نصليهم مثلا ينسجم بهالسرعة ويقدم هالعطاء المبهر. أبهرنا، ما كان هذا نصليهم حتى اللي مع الشباب، تفجرت إمكانياته. ما توقعنا الغنام رغم أن الناس كانت تطالب أيضا بمنح الفرصة وأنه ما أعطي اللاعب فرصة في أنه كان موسى ما أخذ أكثر أي كان يعني بان الولد على حقيقته عالية فنيا، صار يترك فراغ حتى اليوم لما طلع صار يبين أنه مش موجود. شوف خليني بقول لك يعني شيء يعني بس عشان نذكر مكاسب، نذكر بيتروس وش كان عند النصراويين، خلينا بأمانة كان لاعب لا يعلى عليه. اليوم ما تشعر أنه بيتروس مش موجود، ما تشعر فيه. اليوم بعض الجماهير تقول خلاص ما نبي لاعب أجنبي في مركز موقع آخر. شوف هالمكتسبات الكبيرة اللي قاعد يكتسبها النصر حقيقة، فالفريق رائع، المشروع بوادر النجاح فيه، بس أتمنى أنه فعلا يحافظون على هالمشروع وأنه هالمشروع يستمر مهما كانت النتائج. وعلى فكرة يعني إذا ما جت آسيا الحين أنت فريق قوي،
ومرشح، هذا المهم. قلت لك في تفاصيل بسيطة ممكن تضيع منك المباراة، بس حتى منها سوء، بس منها منها دائم هذا الأهم. منها سوء الطالع، بس سوء الطالع بالمرات لما يكون موجود معك وقالها قبل شوي جرس إنذار، ترى ممكن يضيع عليك مباراة ويضيع عليك بطولة، لكن مو معناها انك ما انت كويس. لا نقطة مهمة، الأهم فعلا انك انت تكون مرشح دائم فعلا، ويمكن هذا كنا نشوفه في سنوات مع الهلال ما حقق البطولة بس مرشح، انه مرشح دائم. وهذه أهم نقطة قلتها بوجود، خسر كم بطولة الهلال لكنه ما خسر فريق، ظل بالمواكبة، ظل مستمر، ظل بنفس الطموح. وكل سنة كان يدخل مثل ما قلت مرشح البطولة، كل سنة يدخل أحد مرشحين للبطولة سواء في الشرق ولا في الغرب. النصر قاعد يبني اسمه حتى في آسيا، إنه أحد المرشحين. أنت تعال على 20 سنة الماضية للنصر، شوف كم هذا أول وصول للنصف النهائي للنصر، ترى تخيل من 20 سنة أول مرة توصل نصف النهائي، ومو بس واصل نصف النهائي، واصل نصف النهائي وانت المرشح، يعني ما وصلته حتى بالصدفة أو وصلته صح لله يعني قابلت فرق ضعيفة، لا وصلت لأنك الأقوى ولأنك مرشح فعلا حتى لنيل البطولة. تتكلم عن النصر بعشرين سنة الماضية، كثير طلع من دور 16 حتى، كثير يا طول عمر غيرها ما شارك أساسا. الحين تتكلم عن فريق وانت جاهز حاط رجع رجل كنصراوي تقول أبدا الدوري الموسم الجاي احنا أخذه، تقول آسيا السنة الجاية عرفت بننافس عليها. التفاؤل اللي قاله حتى أبو أميرة قبل شوي فعلا أنه يحق لهم يتفائلون. أنت قيس أصلاً التطور، التفاؤل مبني على القوة فعلاً، على اللي قاعدين يشوفون في الملعب، على العناصر، على المدرب، على الاستقرار الإداري، على العمل الجماعي في النصر. أنت قيس التطور أبو فيصل من البطولة الماضية الآسيوية إلى البطولة هذه وشوف التصاعد شلون. عشان كذا الجمهور النصراوي لازم لغة العقل والمنطق ما تغيب عنه. أنت ممكن كرة القدم فوز وخسارة، ممكن تخسر لا قدر الله المباراة القادمة، ولكن عليك أنك ممكن تحزن عشان فريقك طلع، لكن افرح بأنك أنت عندك فريق تتباهى فيه ينافس على كل البطولات، في عمل، في مستقبل. خليني أقول لك اللعيبة اللي اليوم جايين، الاستقطابات، الفرق، الاهتمام في الفئات السنية، في عمل صراحة رائع جدا. كثير قاعدة تجي رسائل أبو أميرة أنه النصراويين يعتقدون فعلا أنه المباراة القادمة هي تشبه كل المباريات الماضية. لو أنت مدير الفريق في نادي النصر، أو خلينا بلاش نقول أنت مدير الفريق، لو قلنا الآن عبد الرحمن الحلافي مثلا مشرف الفريق قاعد يسمع حاتم خيم، وش تبغى تقول له قبل مباراة الفريق الإيراني؟ يعني مثلا قال لك يا كابتن أعطيني شوية نصائح، أبغى أجلس مع فيتوريا وأبغى أتكلم معه، وش تقول له؟ طبعا سؤال صعب هذا. يعني إيش أقول للحلافي؟ هو بيروح يجتمع الحين فيتوريا، الحلافي بيدخل اجتماع الآن مع فيتوريا مباراة نصف النهائي، رفع السماعة، ألو كابتن حاتم وش الملاحظات؟ أنت مستشاري الفني، ايش اقول لفيتوريا اتناقش معاه في ايش؟ ايش تقول له انت؟ اوكي طبعا هذا لا يقلل، نتكلم احنا طبعا لا يقلل فيتوريا، اكيد هو عارف ايش حيسوي. اي بس عاد مشرف فريق يعني كمان بلد. لازم يعني صحيح. يعني انا طبعًا لو مشرف فريق لازم اسوي اني فاهم شوي بجود. يعني اسمح لي، يعني انا مع المدرسه هذه، لازم التدخل المحمود، في تدخل مذموم، في تدخل لازم المسؤول عن الكوره يتدخل مع المدرب، التدخل المحمود مش المذموم ده للتخريب واسلوب سيء، لا لازم يجلس، لانه ما في مدرب كامل، كل مدرب عنده نواقص واللي يكملها اللي حوله، هذه معروفه في عالم كره القدم في العالم. بالتاكيد المباراه القادمه اللي ذكرت لك انا يمكن قبل كده فريق خبرته في الوصول للنهائي موجوده، هذه نقطه. طب صح، اثنين الفريق هذا يا فيتوريا، طبعا الحلاف الان بيقولوا فريق انت شايفه، اول شيء طبعا حيشوف المباريات، هو فريق جدا منظم، فريق دفاعيا، يعني اليوم مثلا المباراه بختاكور، ترى بختاكور يمكن المباراه كامله صحيح في طرد الشوط الاول، لكن حتى قبل الطرد ولا فرصه لفريق بختاكور وصول لمرمى الفريق بيرسبوليس، هذا دليل على ايش؟ تنظيم دفاعي على اعلى مستوى. هذا لم يلاحظ، يعني النصر حتى الآن يا فيتوريا المباراة القادمة حتقابل أقوى فريق منذ لعبك في آسيا في هذا الموسم، طبعا هذا الفريق هو الأقوى، هو الأكثر خبرة للوصول للنهائي، هو الأكثر تنظيما، أكثر بنية جسدية،
بنيه جسديه معنى ايش اذا طيب ايش ما ايش يقابل هذا ايش يقابل هذا اول شيء هدوء في الملعب من الفريق سيمي فاينل اثنين الكوره على الارض اكثر من فوق وهذا موجود في النصر بجلاء الكوره في الارض اللعيبه كلهم مهاريين لانه فوق حيكون هم اقوى ويمكن حيعاني حمد الله كثير في القوه الجسديه في مدافعين بيرسبوليس اذا هذه نقطه ثانيه جدا مهمه للفريق النصراوي الكره في الارض دائما التنظيم الدفاعي للفريق النصراوي في الكرات الثابته عندك مايكون ما شاء الله طبعا في الكرات العاليه قوي جدا اللعيبه الاخرين ايضا الهدفين اليوم لاحظ وجود هدفين بيرسبوليس واحده من الطرف الايمن واحده من الطرف الايسر يعني الفريق قادر على الوصول من الاطراف اكثر منه من العمق اذا الاطراف النصراويه تعمل حذرها سواء اظهره او التغطيه العكسيه او اللاعبين المساندين من الوسط لازم يرجعوا يساندوا ما يتركوا الاظهره في الوحده ويقابلوا وبالتالي هذه الامور كلها بالتاكيد مطلوبه من فيتوريا انه في اليومين هذه فقط لا غير كجانب اداري وجانب فني الان الراحه اليومين هذه لعيبه النصر احنا كجمهور الان نرجوكم كجمهور سعودي راحة تامة وابعدوا عن الجوالات وعن السوشيال ميديا هذه ترى لأنه الآن يا أبو جود لاحظ أنت أنا عجبني قبل المباراة فيتوريا قال المشكلة مش بدنية فقط مشكلة أيضا ذهنية ترى نقطة المنتاليتي هذه ذهنية اللاعب ترى فيها إرهاق كبير جدا للاعب الناس تفكر بس عضلات تتعب لا الذهن ترى يتعب لما تلاحظ وتشوف المدح وتشوف مدري وتشوف نقد ترى وكل يومين لاحظ انت ابعدوا عن السوشيال ميديا شويه معليش صعبه تعودنا كلنا لكن ابعدوا هذه اليومين الراحه النوم الاكل الكويس نام كويس مو تروح الغرفه تقعد تجلس مثلا طبعا الاستشفاء الادوات اكيد نادي كبير مثل النصر كلها موجوده هذه كلها النقطه الرئيسيه نوصل ليوم لساعه المباراه اللي هي يوم السبت الساعه الفلانيه اللاعب نازل مرتاح وأصدقني الفريق النصراوي لو نزل مرتاح في المباراة القادمة وأدى المستوى المأمول المعروف منه ما نبغى أكثر حيفوز النصر في المباراة لأنه أفضل من الفريق الثاني ولكن الحرص 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 من الأشياء اللي ذكرتها قبل شوية قول أبو فيصل بس بأكد على كلام أبو أمير على نقطة معينة فعلا يعني وهذه رسالة أيضا لعبد الرحمن الحلافي أنه فعلا يعني نقطة تبعدوا عن الجوالات لازم يبعدون عن الجوالات ولازم ايضا حتى عبد الرحمن الحلافي بنفسه يبعد عن الجوال وعن السوشيال ميديا ما يهتم الا بالمشروع فقط النصراوي مشروع ناجح جدا حقيقه وعمل جبار اللي قدمه وقدمه الدكتور صفوان السويكت فلازم يكون عندهم الثقه فيه ويكون فعلا هدفهم للامام ما يلتفتون الى اي امور اخرى الجمهور عاطفي بكره ترى على فكره لا قدر الله شيل المدرب اي المدرب صار افشل مدرب هالمدرب اللي يبني المشروع الاداره صارت افشل الاداره اللي جلبت كل هالمكتسبات للنصر ما في اداره عملتها مع النصر يعني معليش ترى الموسم الماضي والنصر يتغنى الموسم قبل الماضي والنصر يتغنى باداره الاستاذ سعود السويلم واحنا ما ننكر العمل اللي قدمه صحيح. حقيقه يعني لكن مكتسبات النصر الحالي أكبر بكثير من المكتسبات اللي عملها إدارة سعود السويلم نصر سعود السويلم كان يعتمد على 7 لاعبين أجانب أنت تتكلم اللاعبين الأجانب الآن ما عاد صار لهم حس في النصر فهذه نقطة يعني ما كانت موجودة في النصر أبدا في السنين كلها الماضية إنه اللاعب المحلي تمام يتفوق على اللاعب الأجنبي إنه اللاعب المحلي يكون تأثيره كبير بهالشكل الفني شوف الاستقطابات بس المحلية يعني دقتها اختيارها حتى في أعمارها شيء حقيقة عمل جبار فعشان كده أقول بالعكس الحلافي إنه يعني ابتعدوا عن الجوالات ابتعدوا عن السوشيال ميديا لا تلتفتون يعني للآخرين فاصل قصير بعدها
اهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه. عيد الثقيل والصدعان وحاتم خيمي يضيف حلقه الليله. بالامس كان معنا رئيس مجلس اداره الاتحاد السعودي لكره القدم الاستاذ ياسر المسحل في حلقه تركت ردود فعل كبيره جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقه كانت يعني الاراء مختلفه ما بين مؤيد ما بين معارض، وهذه طبيعه يعني المنصب وشكله. يعني دائما رئيس الاتحاد هو في مرمى النيران من أي طرف من الأطراف، يعني لازم يتحمل، وهذا يعني هذا يجي الباكج مع المقعد حقك، تأخذ المقعد خذ اللي معاه. جزء منه ردود الفعل اللي صارت بعد حلقة الأمس، والحقيقة كان في تساؤلات كثير عند الجماهير الرياضية. طلع الأستاذ ياسر مسحل وتحدث من خلالها بما يعتقد هو أنه صواب، وطبعا الرأي في الأخير طبعا للمتلقي والمشاهد الرياضي. احنا استمتعنا الحقيقة بوجود الأستاذ ياسر مسحل في البرنامج وحديثه وحواره. ملخص الحديث نتابع له. أبو سلمان، لأي درجة بتكون صريح اليوم صدقا؟ يعني يقول 100% 90%؟ أعتقد أنه 100%. مرة أتوقع. في لقاء مختلف احتل الفضاء وتصدر العناوين واعتلى مواقع السوشيال ميديا، ولقي ردود أفعال واسعة على مختلف الأصعدة ومواكبة إعلامية واسعة. حل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل ضيفا على طاولة برنامج كورة، في ظهور كشف من خلاله الرئيس العديد من الملفات المهمة، وأجاب عن عدد من التساؤلات المعلقة الفترة الماضية في الشارع الرياضي السعودي. بداية الحديث، أكد الأستاذ ياسر المسحل أن اتحاد القدم لم يصدر قرارا بإيقاف لاعب النصر مايكون بيريرا. هو بدون شك أول شيء إحنا كاتحاد سعودي لم يصدر من عندنا أي قرار بإيقاف أو منع اللاعب. تتذكر ذيك الفترة ولا زال أي شخص يعني زائر للسعودية يوقع على تعهد في عند دخوله في المطار على تعهد بالحجر لمدة 7 أيام. طيب. ويبدو لي هذا اللي تم، لأن المباراة كانت أعتقد بعد 5 أيام من وصول اللاعب، ويظهر لي هذا اللي حصل إنه اللاعب التزم بالحجر. أنا أبغى أعرف اللاعب من نفسه قال أنا بكمل 7 أيام؟ إدارة النصر قالت كمل 7 أيام؟ أحد كلم إدارة النصر ولا أحد كلم اللاعب وقال له كمل 7 أيام؟ لأن اللاعب إذا كانت النية عنده أن يقعد 7 أيام ما سوى 3 عينات، وأنت يمكن شفت الصورة اللي حاطينها المايك إنه خشم كبير، إنه يعني من كثر ما سوى تحليل. هل اللاعب بادر قال أنا ما أبغى ألعب؟ للأمانة ما أعرف والله. يعني تعرف بوجود اللاعب هو يعني موقع عقد احترافي مع نادي النصر، فلو تسألني مثلا عن المدرب المنتخب وصل عن طريق البحرين وكلمني أول ما وصل، قال لي ترى أنا وقعت ورقة بالعربي، وسألتهم وش هذه الورقة وقالوا لي هذه حجر 7 أيام، فقال لي ترى ما حقدر أحضر المباريات، وقلت له طبيعي التزم. يعني الحجر ذا اللي ورقة التعهد ذي اللي يوقعونها مكتوب فيها ما تلعب مباراة وتحضر تمرين؟ لا طبعا مكتوب فيها الحجر البقاء في منزلك أو في مقر سكنك طول مدة الحجر. طيب. ومخالفتك لهذه التعليمات اللي في التعهد قد تعرضك لعقوبات وحسب ما نص عليها من وزارة الصحة من وقاية. لأي درجة تعتقد أن المشجع النصراوي يقبل هذا الجواب؟ أنا لا أنفي ولا أكده ولا أقبله ولا أرفضه، بس في مشاهد أنا قاعد أسأل بذهنيته الآن. شوف، من حق المشاهد والمشجع، لأنه هو يقول لك يا أخي مش معقولة إدارة النادي والمدرب اللي تسمح لللاعب يتمرن لما يجي من مباراة تقول لا 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 تلعب. هذا مش منطق. من منع اللاعب من الذهاب للملعب؟ جاوبوا على هالسؤال يا جماعة. أنا أقول لك يا وجود باختصار، إيش مشكلة تجاوب على هالسؤال؟ أنا بقول لك باختصار، صدقني لو الاتحاد السعودي الذي أنا أرأس مجلس إدارته منع اللاعب بقولها. وفيما يخص الصوت الإعلامي للاتحاد وغيابه، المعلومة من اتحاد القدم غايبة، حتى السياسة الناس شايفتكم أنتم ماخذين سياسة اسكت لين تعدي الموجة. لا 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 مو صحيح، لا بالعكس، ترى أنا مؤخرا يمكن الفترة الأخيرة تكلمنا مع الشباب أنه راح يكون في متابعة يومية لكل البرامج،
متى ما طرح أمر أو استفسار خلال البرنامج بنحاول قدر الإمكان تزويدك بالإجابة سواء عن طريق المعدين أو هذا شيء أعترف أنه يحتاج شوية لأنه واضح من عندنا حنا طريقة البرامج اليومية أنه لما تطرح سؤال وبعض الأحيان نتضرر لأنه ممكن النقاد يبدون يتداولون أو يبنون رأي هو على معلومة خاطئة. وفي ملف عودة الدوري والإجراءات والتسهيلات التي اتخذوها كاتحاد قال إحنا كل الأندية يعني كان فيه يعني جهود صراحة كبيرة جدا من جهات كثيرة يعني ساعدتنا في أن نسرع في مطارات يا رجل في دول مقفلة ما فيها طيران دولي. تم التواصل عن طريق وزارة الرياضة سمو الأمير عبد العزيز شخصيا كان بشكل شبه يومي تواصل معه المعالي المساعد عبد الله الدلاك الوكلاء كل الوزارات الأخرى وزارة الداخلية وزارة الخارجية هيئة طيران مدني جهود جبارة وكبيرة السفارات السعودية الخطوط السعودية طيران ناس حقيقة قدمونا خدمات كبيرة جدا والحمد لله شفت أنت رجع الدوري أكثر من 600 شخص تقريبا رجع لإكمال الثمان جولات. وبخصوص قرار عودة المنافسات وبناء على ماذا تم اتخاذ قرار العودة أجاب ليش ما كان خيار تأجيل الدوري مطروح بالنسبة لكم؟ ما عندك وقت يعني الوقت ضيق جدا. كما تحدث المسحل عن الجدل الذي صاحب حكم مباراة ديربي الرياض وما سبب الاكتفاء بقيادته مباراة واحدة. اختيار الحكم الفرنسي كان مبني على عدة عوامل. أولا هو يعتبر الحكم رقم 2 في فرنسا الحكم المرشح أنه يدخل في كأس العالم 22 يعتبر من أفضل الحكام اللي على مستوى اليويفا. جيد ولا مو جيد في ما راح أقول لك رأيي أنا. طيب ليش ما عاد شفناه؟ والله يا أخي هذا الأمر لا ضغط نصراوي كبير صار عليكم من العجبون ذا الحكم. أنا فيه رسالة بين رئيس لجنة الحكام اليويفا ورئيس لجنة الحكام الأسباني اللي عندنا تقول أن ترى بيجيكم الحكم مباراة واحدة فقط وبعد المباراة نبغى يرجع الحكم. الرئيس لجنة الحكام الأسباني كان يقول له احتمال نحتاج أن نجلس مباراة قال ما أعتقد أني راح أسمح لكم لأن احنا نحتاجه. وعن تقنية الفار ودهاليزها قال أول شيء خلني أوضح نقطة مهمة جدا لا يوجد شيء في يعني اسمه كاميرات الخاصة بالفار. الكاميرات التي تنقل المباراة سواء 16 كاميرا 20 كاميرا 24 هذه الكاميرات كلها من الشركة المنتجة يعطى أكسس نفس الكاميرات اللي تصوره يكون موجود أمام حكم الفار. فما في شيء اسمه فيه كاميرات خاصة بالفار وكاميرات غير خاصة بالفار. وتطرق الأستاذ ياسر المسحل لملف خروج الهلال من البطولة الآسيوية وموقفهم منه. أنا أتكلم معي عدد من الشخصيات الهلالية وسألوني بالضبط وش اللي صار وتكلمت معهم كنت على تواصل شبه يومي مع الأستاذ فهد بن نافل مع الأستاذ فهد المفرج وكل الظروف يعني اللي صارت. أي هلالي زعلان من اتحاد القدم أنت تقول له أرجع لحديث رئيس مجلس إدارة نادي الهلال والشخصيات الهلالية هم يشرحون لكم وش سوى اتحاد القدم أفهم من كلامك كذا؟ أنا أقول له أنه كل ما كان بالإمكان عمله من قبلنا والله سوينا. وشدد المسحل أن حديثه حاليا في هذه القضية كرئيس للاتحاد من الممكن أن يضر الهلال قانونيا في أمور يعني خلنا نقول صاحبة الحادثة اللي حصلت نادي الهلال يمكن من الأمور اللي صعب يعني نخوض بتفاصيلها الآن لسبب رئيسي. ليش؟ الهلال تقدم باحتجاج بعد المباراة والاحتجاج رفض والآن الهلال يسعى للمضي قدما قانونيا للكأس في هذا الملف طبعا سواء للكأس أو طبعا يمكن عن طريق لجنة الاستئناف. فستصنف القضية مش الفار ترى ستصنف القضية أنها قضية منظورة حاليا وما تقدر تتكلم في أمور لو تكلمت فيها الآن قد يعني حنا اليوم أنت وضحنا بشكل حديثك اليوم ممكن يضر الهلال مش علاقتكم أنا اليوم رئيس اتحاد قدم وهذا النادي أيضا يعني عضو في الجمعية العمومية لاتحاد القدم اللي أنا أرأسه. تواصل حديث الرئيس عن حادثة الهلال آسيويا وكشف عن بيان الاتحاد الآسيوي ما هي أسبابه ومتى تم صياغته وما هو موقف الهلال. هل البيان راح يرجع الهلال للبطولة؟ لا بس يعلم ذاك اللي هناك أن هذا النادي مهب بالحالة وراه اتحاد بلده وبيقاتل لا معه. لا تخاف لكن في صمت. لا يعرفون ما يعرفون والله لو يعرفون ما سووا كذا. لا يعرفون والله يا أبو سلمان لو يعرفون
في أمور ما سووا في الهلال اللي سووه في أمور والله العظيم لو يعني أتكلم فيها بتفصيل صدقني بما أن القضية منظورة قد يعني تؤثر فخلنا ننتظر. الهلال يشعر الآن أنا كمشجع هلالي طمني تقول لي يا تركي أنا مع الهلال لآخر لحظة وبوقف معه 100% ولن أقبل 100% مثل ما أنا كنت مع التعاون والنصر والأهلي اللي نتمنى لهم يقدمون مباراة طيب بكرة وإن شاء الله يجيب اللقب. أنت شفت خليني أعطيك هذا السيناريو وأرجع أقول لك أنا مشجع. صفر الحكم انتهت المباراة 3 دقائق طلع بيان مكتوب يعني أنت لو تكتب يبلغ 3 ساعات حلو. أرسل الهلال مذكرة احتجاج رد بسطرين واحد منها يقول وتراني ماني برد على شيء تكتبونه. هذا بالله اتحاد يشعر أنه هذا النادي خلفه اتحاد قوي؟ أنت جاوبني وأنا مشجع بعقليتي البسيطة والله يشوف يقول ماني برد عليك رح ماني ولا لك عندي شيء. أنا بس بستشهد بأمثلة عشان أحاول أقرب وجهات النظر. اليويفا أصدر قرار حرمان مشاركة مانشستر سيتي نسختين قادمتين في الشامبيون ليج الأوروبية. هل الاتحاد الإنجليزي أصدر بيان يشجب ويستنكر؟ أنا أعطيك مثال والله هذه رابع مرة أقول لك في الحلقة يا أبو سلمان ما نقدر خليني في مواضيعي أنا وجود. أنا ماني أنا لا ألعب في الدوري الإنجليزي ولا أنا قاعد مع رئيس الاتحاد الإنجليزي ولا أقدم برنامج في إنجلترا. أنا أقدم برنامج للمشجع السعودي للهلالي وللاتحاد السعودي بس أنا أبغى علومك أنت عطني أنت وش علومك كذا أجيب لك بالعامية عطني وش عندك. هذا الاتحاد اللي رد على الهلال قال له ماني برد عليك. لا ما قال كذا يا أخوي كاتب في السطر قال لن نعلق بس خلني أشرح لك أشرح أجل الفاصل يا ديبان خلي يشرح لنا زين كويس. أولا البيان أنت قلت كلمة مهمة جدا أنه البيان طلع 3 دقائق ومفروض يأخذ 3 ساعات. البيان أخذ 3 ساعات. تعرف من متى بدأوا هم يصيغون البيان؟ من متى؟ من وقت تقديم الهلال تسجيل أسماء اللاعبين ب 11 اسم. وقت ما قدموا ب 11 اسم بدأت صياغة البيان. ليش؟ أنت متأكد ولا يتهيأ لك؟ لا متأكد من الأشياء اللي حنا كلمناهم قلنا أنتوا الحين جاهزين وأنت تصدق أي شيء يقولونه؟ لا إحنا ما أنا أقول لك وش اللي حصل. لا أسأل أنت تأخذ منهم المعلومات ولا عندك مصادرك هي اللي قالت لك؟ أنا أخذ المعلومات وعندي مصادر. وشدد المسحل أن الاتحاد السعودي سيساند ويدعم الهلال. أنتوا مع الهلال؟ 100% 100% هذا سؤال يا أبو وجود. أنا شوف أنا بقولك شريك سعودي أنا مع أبو سلمان في كل شيء ترى. الله يسلمك. بس أنا أتكلم في مشجع يحب يسمع منك هالكلام ما يحب يفسر بالحق يبغى يشعر أنه فعلا الاتحاد المعني في البلد مع النادي اللي خرج بهذه الطريقة 100%. وعن الإساءات التي تعرض لها الأمين العام للاتحاد ودور اتحاد الإعلام الرياضي ذكر الأمين العام أنا طلبت طبعا كان يوميا يبلغني كل شيء قاعد يصير في من مكان وجوده مكان إقامة البطولة. طلبت منه تقرير مفصل بكل الأشياء اللي حصلت وبالنسبة للإساءات يعني طبعا واحد يتأسف إنه يشوف إساءات لكن أنا دائما يعني ما تخاطبت أنتم مع اتحاد الإعلام الرياضي في هالموضوع أبدا رسميا؟ لا غير رسميا. لا ما أنا شخصيا ما يعني ما أتذكر إني. أنت مؤمن بهذا الاتحاد إنه يؤدي أدوار مهمة ولا؟ والله شوف أنا يعني ماني مطلع صراحة على تفاصيل أو أهداف أو عمل الاتحاد للأمانة. وفي جواب حول شكوى نادي الاتحاد ضد المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبد الرحمن الحلافي تحدث كأي قضية منظورة يصعب أني أعلق عليها واليوم يعني هي وينها الحين؟ هي وصلت وحيلة لجنة الاحتراف بحكم اختصاصه. لو صدر بكرة القرار تعلنونه؟ ولا بتنتظرون شوف شوي؟ الأفضل أنه لا يعلن يوم المباراة يعني خلنا نكون واقعيين يعني الأفضل أنه لا يعني يعلن يوم المباراة ولكن يعني ما أعتقد أنها تحبك أنها يخلص الموضوع في نفس يوم المباراة. لا أسهل بس أنا أحب أنا ما أنا شخصيا لا أحبذ لأي نادي سعودي أنه يعني يصدر قرار مثلا في مباراة تعتبر مهمة. وحول توقيت وآلية إصدار القرار في قضية نادي الاتحاد والحلافي أشار المسحل أنه سيأخذ بمشورة الأستاذ تركي العجمة في هذا الجانب. أنت عندك قرار في هذا الاتجاه أنه يا جماعة انتبهوا لتوقيت الإعلان ولا متى ما خلصت إعلن؟ بالأمانة
بصدر قرار بناء على يعني انت الحين ذكرتني يعني او نبهتني. خلاص انت كذا كسبتني لنهايه الحلقه. لماذا غادر شخص ذو كفاءه عاليه مثل معيض الشهري لجنه الاحتراف؟ اي طلب اعلامي يصلنا عن الاحتراف يحال للاخ معيض مباشره، وطلع يمكن معاك وطلع مع كذا برنامج. منو معيض؟ انت تقول طلع معك صح؟ طلع مع عده برامج. فاي حتى لما يجيني على الرابط استفسار للاحتراف يحال له. ولا اعتقد انه لمين طلع هو طلع في برنامج الظاهر، انا اذا ماني غلطان طلع في العربيه وهي كانت سبب الزعل. ابراهيم القاسم والله الامانه ما اتذكر هالموضوع. ايش مسببات الاستقاله؟ هي في اللي انا قلتها ولا شيء ثاني؟ يعني مش بشكل مباشر، هي زي ما قلت لك يعني ودي ان بناء على طلب الاخ معيض انه يعني تكون الاسباب بيننا يعني. هل يوجد مستشارين لرئيس الاتحاد؟ وهل يستطيع الكشف عن اسمائهم؟ عندك مستشارين غير معلنين؟ ايه ممتاز احب الصراحه. ليش غير معلنين؟ والله لانهم يعني هم طلبوا عدم الاعلان فقط كذا حسب رغبتهم. يحسسني واحد انه رأفت الهجان. انا لو معك طالبني انا مستشار بيطلع في برنامج كوره، مقدم برنامج كوره ومستشار رئيس الاتحاد السعودي. ممكن ليش 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 في طلب منهم؟ وترى يعني هي وش نوع ايش نوع المستشارين هذول؟ اعلاميين فنيين قانونيين؟ لا اعلاميين. طب ليش ما يعلنون اسامي؟ مش يخافون منا؟ لا والله مو عن خوف، بس حسب رغبتهم يعني. بس بحاول اني اعلن اسمائهم. اما ما يتعلق بقرار الاتحاد السابق بمنع بعض اللاعبين الذين رفضوا تمديد عقودهم من التواجد في الدوري السعودي، الطلب كان في بداية من الأندية. اجتمعنا معاهم وقالوا نواجه مشكلة، بعض اللاعبين رافضين هم يرجعون يكملون. أو بدأوا يساومون، هم اللي بدأوا يلون أذرعات الأندية. فالأندية قالت أوقفوا معنا وشوفونا حل، وقالوا نبغى صدروا هذا القرار. شاورت شخص أثق فيه قانوني في الفيفا وارسلت له مسودة القرار باللغة الإنجليزية وقال ممتاز جدا. ثلاث أندية اللي طلبت على ثلاث لعيبة. مين هم؟ التعاون والاتفاق والفيح. وختم رئيس الاتحاد السعودي حديثه بالإعلان عن موافقتهم على الخمس تبديلات في مباريات الدوري. يعني مثلا أعطيك مثال، اليوم هم الآن يبغون خمس تبديلات في الموسم القادم، وحسب بيانهم اللي صدر اليوم سيتم الرفع لأن لجنة الحكام عند الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذا من الفيفا على فكرة. وش بتسوون؟ بنوافق للاستعانة بخمس تبديلات على أساس ضغط الموسم القادم مضغوط شوي، راح يكون مضغوط. لقاء حمل بين طياته الكثير والكثير للشارع الرياضي والمتابع للكرة السعودية، وكعادة كرة البحث دائما عن ما يرضي شركاء البرنامج. فاصل قصير بعده نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعينا روتانا في أنف المملكة العربية السعودية. عيد، وش تعليقك عن الحوار بالأمس؟ والله شوف، أنا استمتعت جدا بالحوار. عادة يعني أنا ما أحب الحقيقة بعض رؤساء الاتحادات، رؤساء الأندية اللي مثلا يدخل في حوار ما تطلع منه بشيء، ما يكون شفاف، ما يكون صريح. أمس شفنا صراحة حقيقة لا متناهية يعني من الأستاذ ياسر المسحلي، كان واضح شفاف واثق من نفسه،
أجاوب على كل الأسئلة. يعني أنت ما قصرت فيه طبعا أمس، ما خليته بقيت سؤال يعني عرفته ما سألتي إياه. وأيضا أنت ذكرت قبل شوي أنه هذا يعني هذه تبعات المنصب، تبعات الكرسي، أنت حتتحمل كل شيء. خطأ حكم دخل المباراة حيغضب الجمهور عليك، هو خطأ حكم. يعني قبل شوي تتكلم عن الحكم الفرنسي ونقول الأخطاء اللي يراها النصراويين يعني حدثت في المباراة، فاشتم بالهذا. طب جاب لك مثلا ثاني أفضل حكم فرنسي، جاب لك أحد حكام النخبة وأخطأ، يعني فشوف الغضب صب على ياسر المسحل في أشياء كثيرة يعني يتحملها، حتى لو قرر لجنة انضباط وهي لجنة يفترض أنها مستقلة صح ولا، ولا يتدخل يعني حتى رئيس الاتحاد في قراراتها، برضو يعني الغضب يصب اتجاه رئيس الاتحاد. أمس كان واضح كثير يعني حقيقة في أجوبته، حتى لما سألته يعني أنا شوف يوم أقول لك إنه الوضوح والصراحة، لما سألت إنه عندك مستشارين يعني غير معلنين ما تردد، جاوب قال نعم أنت. يمكن أنت بنفسك ما توقعت إنه فعلا يعني يقدر يقول لك لا بما أنهم غير معلنين صح ولا لا، مهما كانت عندك معلومات يقدرين فيها ما هو معلنين، لا هم يبغوا يعلنون صح ولا لا راح يصحوا يعترفوا ولا هو قال. فكان حوار حقيقة شفاف صريح، أعتقد أنه أجاب على كثير من التساؤلات اللي دي حتى في قصة يعني مايكون، حقيقة أفضح لك السبب بكل صراحة وبكل تجرد. يعني أنا عجبتني كلمته قال لو أنا مانع قلت كاتحاد يعني إيش المشكلة. أبو حنين أمسي على أبو سلمان بالخير، ومن الناس الجميلين صراحة اللي يتمتع بخلق عالي جدا ورجل مهذب في تعامله صراحة، شهادتي في مجروحة من الناس اللي أنا أقدر كثير أبو سلمان. أنا بالنسبة لي ظهوره أمس كان ظهور مختلف عن أي ظهور أو حديث شفته له، لأنه كان خليني أقول لك طرحة مختلف أنا بالنسبة لي تلقيته. يتحملني شوية أبو سلمان، باخذ يعني كم نقطة بشكل سريع. مثلا لما طرحت لموضوع مايكون بعيد عن النصر عن الهلال عن مين، أنا اليوم كاتحاد عندي حمل كبير شالت الدولة عني الكثير في مسألة الأمور المالية، بالتالي أنا كمتلقي أو متابع رياضي أطلب منك أني أشوف جودة عمل أكبر. بمعنى أنت اليوم داخل على بعد كورونا، ليش ما كان عندكم حس عالي في أنه تصدر لوائح خاصة لكورونا؟ ليش ما صار عندك بعض الأمور اللي أنت قلت الدولة الدولة التعليمات وزارة الصحة؟ طب أنا تعليماتي وين؟ أنا اليوم تعاملي مع الرياضيين وين؟ أنا اليوم قاعد أشوف مدرب يدخل تمرين، خلي المباراة. أنت طرحت نقطة جدا مهمة بوجود سلامة اللعيبة الموجودين، اللي صار في الهلال في الأسيوية كان ممكن يصير في أحد من الأندية، شفنا في معسكر الاتحاد 9 لاعبين وهلم مجر كيف يجي وينزل؟ هذه كانت تتطلب عمل أقوى من بطن أو من داخل الاتحاد، يوريني لوائح يوريني أمور على أساس أنا لما أدخل في هذا التساؤل ألقى أجوبة. أنا بالنسبة لي لا يرضيني أنه رئيس الاتحاد يطلع يقول ما ندري مين، لا لازم أعرف إيه أو لا تدخل أو ما تدخل من عندي أنا كاتحاد. هذه نقطة بس في محمد، بس في نقطة يعني عشان ما نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. أنت تتكلم عن الآن مثلا هذا إجراء دولة صح ولا، حجر 7 أيام إجراء على الجميع رياضيين غير رياضيين الكل ممتاز تمام. لحظة أنا إذا لعبت كنادي في التمرين هذه مخالفة من اللاعب ومن النادي خليني صح ولا لا أسترسل في نقطة غير كذا يعني عشان برضو مثلا النصر هل خرج أحد منهم قال إنه ما يكون منع؟ أنا ما أتكلم عن النصر، أنا ما أتكلم. وهل خرج أحد أبو فيصل وقال فيصل منعنا اتحاد القدم صح ولا لا، أو تلقينا اتصال يعني اتحاد القدم برضو حنا نروح الجانب الآخر. خليك أنت كمان. أنا ما أتكلم عن النصر ولا لا، لا أنا ما أتكلم عن مدرب نزل لاعب محترف جاء لاعبين عادوا بشكل عام مش عن مايكل. أنا بالنسبة لي أنت كاتحاد حتى لو كانت الجهات المعنية تقول لك لا، قل لي أنا خاطبت الجهات المعنية نعم وقالت لا وأنا أمنع، خليك في مصدر قوة، أنت الاتحاد أنت صاحب القرار، اللاعب مرجعك وأنت مرجع الوزارة وهلم جر. هذا في الجانب هذا. أبو سلمان تكلم عن نقطة جدا مهمة، مسألة تواجد واستمرار أستاذ عبدالله الدبل والناس اللي كانوا موجودين في الاتحاد الآسيوي، معناته أنت كقائد للاتحاد تؤمن ببقاء الكفاءات.
أنت ليش ما استمر أحمد الخميس؟ ليش ما أنت حاولت خليني أقول لك تسقل مهارة أو خبرة إبراهيم القاسم هنا وعندك واحد آخر هناك قوي؟ إذا كنت تؤمن بهذا المبدأ صار في عملية تغيير. الأمر الآخر إحنا 20-30 اللي قاعد يصير في البلد دعم الكفاءات السعودية ماش. أنت اليوم كاتحاد ما تدعم كفاءاتك، رئيس لجنة حكام أجنبي أعتقد كان الانضباط أجنبي، لا في كفاءات سعودية لازم أنت تكون قوي عشان تدعمها، إذا كان لأنه أنت جيبك لهل الشخصيات أو جلبك لهم هذا يبين لي أن أنت خايف من الاصطدام وأن هلالي نصراوي، لا أؤمن بالكفاءة اللي تجيبها ادعمها أنت وخلها تصير موجودة عشان حتى الاتحاد الآسيوي يا أخي بكرة يدعم كفاءاتك اللي أنت، لكن إذا أنت داخليا ما دعمت ثلاث لجان أو أو أو, أو لجنتين غير سعوديين، وهذه نقطة جدا جوهرية، ادعم أنت اطبق على نفسك بعدين خلينا نروح على الاتحاد الآسيوي. السؤال اللي أنت طرحته موجود عن مسألة الأمين العام واختلاف بعض الأعضاء اللي موجودين، أنا بمنطلق إداري أقول قال أبو سلمان يعني أنا شفته في شهرين الأخ إبراهيم ممسي عليه شهرين لا هي كافية لا بالسلب ولا في الإيجاب. يا جماعة الخير الأمين العام ما هي مسألة واحد يجيد مهارة أو مهارتين، يحتاج تمرس. نرجع بالذاكرة للأمل اللي كانوا موجودين في الاتحاد السعودي انحكوا في أنديتهم في الاتحاد أمور كثيرة لين طلع. أخيرا بشكل سريع أخيرا صراحة جاوبني وأرضاني على بعض الأمور اللي تخص مشاركة الهلال ودعم الاتحاد السعودي فيها وما دعمه أو ما قدمه الاتحاد السعودي، رغم أنا شخصيا يعني انتقدت الاتحاد كثير لكن في بعض الجوانب أنا صراحة جاوبني وكان شفاف في بعض الجزئيات أمسي عليه، نتمنى نشوف منهم عمل أكبر بما أنه الحمل الأكبر يعني ألقي من عاتقهم. أبو أمير حاخذ رأيك بعد الفاصل عشان ما نقطعك، فاصل قصير بعدهم. بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، الحديث الذي يتواصل مع ضيفنا الكرام أبو أمير، الحديث عندك. أول شيء يعني لست في حاجة أن أطبل لك لأن اللي بيني وبينك أكبر بكثير. أنا لما نقول دائما أن أدرسك لطلابي ليس من فراغ بكل أمانة يعني والله لا أجاملك 1% ولا تعرف اللي بينك أكبر من برنامج أكبر من أي شيء يعني عشرة تدريب عملي لكل من يريد أن يصبح مقدم برامج ناجح. حلقة أمس بكل أمانة يعني أنا مخمخت أمس كإعلامي كإنسان كأي شيء. ندخل في الموضوع، طبعا أنا استفزتني حلقة كثيرا أمس يعني. أول شيء أبغى أقول شيء، الرجل هذا وأنت أمس بوجود قلت له أنت طيب وأنا أحبك وأنت بتقول له كذا، أنا كنت أتفرج أقول لك والله كلنا نحبه، هذا ما تقدر إلا تحبه. هذا الرجل رجل محترم راقي قل ما تشاء. لما كان قبل يصير رئيس اتحاد بصراحة لما كنا فترة رئاستي كان يخدمنا خدمة كبيرة في يعطينا قبل لا تصدر أي قرارات من الفيفا في حقوق اللاعبين الأجانب أو مدربينهم من بدري أول بأول يرسل لنا، يعني رجل ما شاء الله عليه. أنا أتكلم على أمس واحد، أول شيء فيك عدة نقاط سريعا، تعرف أن الرجال هذا طيب لما اقترحت عليه أنت موعد إصدار القرارات قال لك بأخذ بهذا الكلام، تعرف انه طيب، ترى ما حد يسوي كذا، هذه طيبه. طيب بعد الطيبه هذه ايش؟ لازم تغير عدد من الاعضاء عندك اذا تبي تطور اتحادك اذا تقدر، ما تقدر غير المستشارين لانه اقتراح مثل هذا لم يطرح عليك من قبل هذه كارثه، معناه ترى في اشياء اكبر وفي اشياء اهم واعمق. هذا جانب. اثنين موضوع مايكون، تذكر يا بوجود توفيق بفضل الله ثم البرنامج أول ناس أتكلمنا في موضوع مايكون قبل أي أحد وساروا المواقع والجمهور يأخذوا من البرنامج، تذكر ليلة مباراة النصر والهلال وبعد المباراة تكلمنا على موضوع مايكون قبل لا أحد يتكلم فيه.
الإجابة أمس لما يقول رئيس الاتحاد السعودي أنا لا أدري، قد نقبل قبل يعني في ذلك الوقت، في ذلك الوقت قد نقبل الإجابة، ممكن أحد يقول لك لا تقول شغلة أكبر من كذا، لكن حتى الآن ما عندك إجابة، هذه غير مقبولة. أنت رئيس الاتحاد، ويمكن ذكرها دوب أبو حنين أنه مرجعية، المرجعية ذا ذكرناها في الحلقة السابقة هذيك لما قلت أنت مرجعيتي كاتحاد كرة قدم، أنا كنادي، أنت اللي تقول لي كارثة رئيس الاتحاد ما يدري حتى الآن ليش ما لعب ما يكون. أنا أبو فيصل يقول يا أخي قال لك الموضوع موضوع دولة، طيب جاوب أنت، أنت عندك الإجابة، قول موضوع من فوق والوام يلعب لسبب كذا وكذا. يا أخي ما هي سر ذري أو سر كذا، لاعب ما لعب ليش ما لعب يا أخي، أعطينا إجابة، إلى الآن ما عندنا إجابة، هذه كارثة. أنا ماني عارف رؤساء الاتحاد في السنوات الأخيرة بكل أمانة، الكرسي هذا كرسي الاتحاد فيه مشكلة، ما تسمع إجابات حاسمة، بسميه كرسي التردد. شوف لاحظ انت رؤساء الاتحاد اغلبهم ما يديك اجابة حاسمة. اعطيك شيء ثاني، موضوع تركي العواد، الدكتور تركي العواد المقال اللي انت ذكرته له، هو قال لك سمعت بس ما قرأته، اوكي لما قرأته له انت قال لك صدمت، والمقال له عدة ايام. انت قائد اذا ما تحمي اللي معاك يشتغلوا معاك مشكلة، لازم تحميهم، عمين عضو موظف عادي لازم يشعر اللي تحتك انه القائد يحميني. يعني انت اول واحد كان تبادر بالدفاع عن الامين حقك في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة يعني الاجابة هنا استفزتني كثيرا، يعني قال سمعت وما الان صدم، هذه مشكلة استاذ ياسر بكل امانة يا ابو سلمان. نقطة اخيرة في الحوار كله، يمكن انت يا وجود كمان ذكرته بحسك الاعلامي لما تتكلم انتم ما لكم صوت، ما لكم، ما بتظهروا بي ار، وهذا تخصصي بي ار، الصورة الذهنية، تحسين الصورة الذهنية، معادلة انجازاتك اعمالك زائد الطريقة التي توضح بها يساوي الصورة الذهنية، ما بنشوف شيء بكل امانة، ولا احد بيطلع ولا بيظهر شيء، ولا ما في البي ار هذا غير موجود، ما في تواصل مع الاعلام مع الجمهور، ما في، ما احنا سامعين ولا شيء. هذه كل الاشياء اتمنى بن ابو سلمان تاخذها مني من اخوك، يجب ان تغيرها، يجب ان تطورها، قرارات حاسمه، بي ار قوي، تدافع عن العاملين معك، اشياء اخرى خذها مننا، والله احنا لك ناصحين، ونتمنى واكثر ناس نتمنى لك النجاح، ونعرف مدى حب، تعرف مدى حبنا لك ومدى حرصنا على نجاحك، ونتمنى لك التوفيق في القادم. ولكن في النهاية الزبدة بكل أمان، يعني أنا أمس يعني تأثرت كثيرا من إجابة كثيرا من أبو سلمان، وشكرا يا أبو جود على الدرس الإعلامي الكبير اللي كان يوم أمس. أبو أميرة شكرا جزيلا لك، أبو فيصل شكرا جزيلا لك، أبو حنين شكرا جزيلا لك، بالتأكيد أستاذ ياسر المسحل يعني أسعدنا أمس بتواجده، تبقى يعني التحليلات والآراء حول ظهور الرجل حول إجاباته يا آراء شخصية، ودنا احنا نقول رأينا، بس تعرف بعض الأمور نحب نترك الآراء للضيوف وللمشاهد. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.